اهلا سلطان. شلون دخلتي هنا؟ طريقتي. لا تنسى اني معروفه واللي هني كلهم يعرفوني. انت شلون عرفتي مكاني اصلا؟ لحقت التاكسي بسيارتي بس تاخرت على ما لقيت موقف. ورحلتك باجي لها ساعات. ما كان في داعي تتعبي نفسك يا استاذ. انا ما ادري ليش انت متمسكه فيني اصلا. احنا ناس مختلفين. ماضينا وحاضرنا وحتى مستقبلنا. تقدرين طال عمرك تلقين لك ألف واحد أحسن مني يمسك إدارة القسم. صح، ممكن ألقى ألف واحد مهني يصير مدير قسم، لكن ما في إلا سلطان واحد. وش يفرق سلطان عن غيره؟ لا يفرق وايد. أنت سلطان الإنسان اللي عز في هالزمن وجود إنسان. اسمحي لي استاذة، هذا كلام شعراء. وانت من القلائل اللي اثبتوا ان كلام الشعراء ممكن ينطبق على الواقع. على فكرة استاذة انت ماخذة مقرب فيني. اقول ترى ما قدامنا الا ساعة واحدة علشان اقدر اقنعك ترجع الشغل. لا لا مستحيل. ما في شيء مستحيل. بعدين ابيك تعرف شيء واحد، مو انا اللي قايلة حق حمود عن قصتك. يعني شلون؟ حمود يقرأ الفنجان؟ والله عاد شلون حمود عرف؟ ما ادري، راح اكتشف. بس مو هذا موضوعنا. اجل وش موضوعنا؟ موضوعنا انك انت معقد من تاريخ حياتك، وتعقدت اكثر لما انا عرفت بقصتك. مو من حقي يا استاذه. انت تقدرين تعيشين جنب واحد يعرف عنك كل صغيره وكبيره، طموحاته، الامه، حالتك النفسيه والعقليه والماديه، يعرف تفاصيل التفاصيل. الأشياء هذه الناس ما تعترف فيها حق أنفسها. هذه غلطة مني، بس أنا ماني ندمان على هالغلطة، لأن هالغلطة خلتني أعرفك أكثر وأكثر وأتمسك فيك، وأنا جاية أمسح الغلطة هذه. شلون يعني؟ تمسحين ذاكرتك؟ لا، بعطيك ذاكرتي مثل ما أنا أخذت ذاكرتك. وش قصدك؟ أبي أفتح لك قلبي، أبي أقول لك كل شيء، وهذا الشيء اللي بقول لك إياه ما حد يعرفه ولا أحد اطلع عليه، وبكذي نكون متعادلين. ما له داعي. أرجوك اسمعني، الوقت يمضي وأنا عندي كلام وايد أبي أقول لك إياه. دامك مصرة، تفضلي قولي. بس ترى هذا ما راح يغير شيء. ما يهمني. أنا اللي بقلبي وايد متعبني ودي أبوح فيه من زمان. وفي شيء بقوله لك. حد يعرفه من سنين طويلة. هذا شيء خاشته بقلبي، وأنت الوحيد الآن فقط اللي بتعرفه. أول سر في حياتي أبيك تعرفه وما حد يدري عنه إطلاقاً إلا أنا وأنت. أنت بس اللي تعرف السر. مها مو بنتي. تصيرين احلى. شكرا. عفوا، بس هذا صدق. لا تعالي قولي لي شنو هذا الخبر السعيد؟ انزين اول شيء ابيك تمسك اعصابك لان احتمال يغمى عليك من الفرحه. ما شاء الله فايق عبد الجليل، من متى تقرين شعر؟ لا هذا هديه من طلال اللي انت دعمته. ايه على طاري طلال، ما قلت لك؟ شنو؟ انا شفته نفس الحزه هذه. صدق وين؟ المركز الطبي اللي يمنا، وخبرك عقب الحادث انا رحت اخذ مسكنات وشفته هناك الظاهر هو قاعد يسوي علاج طبيعي. زين كلمته؟ لعيبه ما كلمته، شفته من بعيد ما شافني. ايه ما علينا، هو شلونه؟ زين كنا يني ما في شيء. بعدين هو مو هذا موضوعنا. المهم قولي لي، هو تنازل عن قضيه؟ هذا هو الخبر السعيد؟ ها؟ شنو ها؟ طلال تنازل عن قضيه؟ ايه الخبر ما قلت لك؟ نزل 3 كيلو، تخيل؟ اخيرا. ما شاء الله ما شاء الله. لا فاشينيستا سعود. الموضوع معقد يا سلطان، بدا اكثر من 30 سنة قبل زواجي من مبارك.
زوجي ابو مبارك كان يحب اختي. ام ناصر؟ اختي نوف. كان يحبها ويبيها وكان يبي يخطبها. واهلي كانوا كلهم سعيدين وفرحانين وكنا كلنا نستعد حق هذه المناسبة. طيب؟ اختي نوف كانت تموت فيه. كان هو محور حياتها. لما نقعد مع بعض ما كان لها طاري الا ابو مبارك. هو شاب مميز وكان حلم كل بنت. كل بنت تتمنى تاخذ واحد مثل ابو مبارك. شاب اديب شاعر. لكن عيب الوحيد انه هو فقير. ومن كلام اختك بديت تفكرين فيه. للاسف صح. وانا وحده ترى كنت احب الادب واحب الشعر واحب اقرا. واختي المسكينه نوف ترى كانت بسيطه وعلى قدها. هي ما كملت دراستها. لكن انا كملت دراستي وكنت احلم من اختي نوف. كنت قارئة نهمة وبديت أقرأ كل القصائد والقصص اللي ينشرها المرحوم في الجرائد، وبديت أتواصل معه وأرسل له كتاباتي، وبدت العلاقة. واختك؟ ما كانت تدري عن شيء. أختي كانت إنسانة بسيطة، وأنا وأبو مبارك كان في بيننا تقارب فكري أكثر. لذلك نوف تفاجأت يوم يا يخطبني أنا مؤهي. أكيد صدمة كبيرة، أكبر مما تتصور. بس أنا كنت مراهقة وعقل صغير، ما فكرت بشيء إلا في هالشاب المثقف الذكي. وهو إيش كان موقفه؟ للأسف هو كان إنسان متقلب، وهذا الشيء اللي ما كشفناه فيه إلا أنا ونوف أختي. ما كان عنده مبدأ ثابت، مستعد يبيع أي شيء علشان شيء ثاني أفضل منه. وحياته كلها استمرت على هالمنوال. وتزوجتي؟ تزوجته، ومن يومها أختي قاطعتني. حاولت خلال سنين أني أصالحها أكلمها، رفضت الله يرحمها. بصراحة معها حق. ويبنى ولد وسميناه مبارك. كان أحب شيء في الدنيا لنا. أنا وأبوه نسينا كل شيء، الأدب، الثقافة، حتى دار النشر الجديدة اللي أنشأناها. وصار مبارك وهو دنيتنا. وبعدين وش صار عليه؟ للأسف توفى الولد بعد سنة. قلت أكيد هذه حوبة أختي نوف. الله سبحانه وتعالى أخذ مني الشيء اللي أنا أحبه، مثل ما أنا أخذت منها الشيء اللي هي تحبه في هالدنيا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أبو مبارك ساءت حالته النفسية وتدهورت أكثر وأكثر. والأدهى من هذا كله أن بعد 3 سنوات ما قدرت أنجب. ما الله عطانا عيال. شوي ولا اطلع عصير من اذنك. انا تاخرت لازم اروح البيت. زين عمري متى اشوفك؟ راح اكلمك بالتليفون. يلا باي. وبعدها سافرنا بيروت للعلاج علشان موضوع الانجاب انا وابو مبارك. وطبعا سافرنا على حساب ابوي، لان تكلفه السفر والعلاج وايد علينا واحنا بعدنا في بدايه مشوارنا، لذلك ابوي تكلف في كل هذه الامور. صحيح، بيروت وقتها كانت مركز طبي متقدم وغالية كثير. وحصل شيء غريب، شيء دمر حياتي. كشف لي الجانب المظلم من شخصية أبو مبارك، واللي يخون مرة يخون 1000 مرة. كان متعرف على بنت عربية وتزوجها بالسر وملج عليها، وكان مواعدها هناك. قال لك؟ لا طبعا، وانا يا غافلين لكم والله. كان يغيب عندي بالساعات وأنا أقول عادي، هذا راجع لحالته النفسية. وهو إيش كان يبرر؟ ما أدري، كان يقول إنه هو قاعد يجهز لمجلة بتصدر من بيروت،
وأنا صدقته طبعاً، وكنت أكلم أبوي، وأبوي كان يطرش لنا كل فترة فلوس. أبوي الله يرحمه كان كريم معانا، ما كان بخيل. وبعدين؟ المشكلة أن البنت كانت حامل وأهلها ما يدرون، فخافت أنه ينكشف أمرها. علشان كذي أثنينهم دبروا موضوع علاجي في بيروت علشان يقدرون يتصرفون هناك. لا حول ولا قوة إلا بالله. واتفقوا أنها تولد في مستشفى في بيروت طبعاً، وتدخل بجواز سفري أنا، وينكتب بشهادة ميلاد الطفلة اسمي أنا مشاعل، علشان اثنينهم لا ينكشفون. معقولة؟ يا ستار. بعد فترة بسيطة الأم توفت الله يرحمها. توفت في حادث، وكان لازم أبو مبارك يتصرف في هالبنت، لهذا اضطر إنه يعلمني بالحقيقة. أكيد كانت صدمة كبيرة بالنسبة لك. وأي صدمة كانت، فجأة ألقى زوجي متزوج واحدة ثانية وعنده بنت ومسجل البنت باسمي، أكيد صدمة. طبعاً شيء مو بسهل. وشلون تصرفتي؟ زعلت وطنقرت وطلبت الطلاق وقلت له أرجع الديرة، لكن بالأخير هو زوجي وأحبه، ومع الأيام حبيت البنت لما يابها عندي البيت. كانت يتيمة حلوة جميلة مثل الملاك، بريئة، تعلقت فيني من أول لحظة. ورجعت له، ورجعنا ديرة عقب سنة على أساس أني يعني حملت وولدت هناك، علشان كذي ردينا عقب سنة، وما حد يدري أن ما هي بنتي. بس الله العالم أني أنا ما فرق بينها وبين خواتها. ما تتخيل شنو مكانة مها بالذات عندي أنا. ومها حتى اليوم ما تدري؟ لا طبعاً مها ما تدري. أصلاً لو تدري مها أنا أموت، ويمكن هي تموت بعدي. بسم الله عليها، الله يحفظها ويطول بعمرها. يا سلطان أنا أعطيتك سر ما حد يدري عنه، حطيت رقبتي بدينك، وأعتقد الحين إحنا متعادلين. فيك ليش طالع الساعة؟ أقول هنا عندكم يرجعون ثمن التذكرة ولا العوض على الله خلاص؟ عموما ولا يهمك، أنا بوديك مطعمي الحين ونقعد ويا بعض. إي والله جوعان، تكفين؟ تدورين على أحد معين أختي؟ عاد تدري صدق شو ودي أسوي فيك؟ ودي أعطيك الطراق على وجهك برد حرتي. وسالفة زواج ناصر من مروة، أشوف البنات يلومونك عليها. معاهم حق. ليه؟ شو اللي صار؟ أختي نوفا وناصر تزوجت أول واحد تقدم لها، بعد طبعاً ما أخذت أبو مبارك منها، وأنجبت ولد واحد ناصر، وكبر ناصر. بس ما أدري، الطريق اللي هو ماشي فيه واضح. الولد هذا سلوكه، ما أدري شو أقول لك، سلوكه وضيع. ليش زوجتي بنتك؟ عقدة الذنب اتجاه أختي، وقلت يمكن هالناصر يتعدل في يوم من الأيام. هي ما كانت مقاطعتك؟ ما كلمتني ولا كلمة إلا قبل سنتين. ماما تليفون. هايدي أنا مو قايلت لك مالي خلق أي تليفون. هذا مهم. مهم منو يعني؟ اكتش نور. الو؟
مشاعل أكيد عرفتيني. هلا 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 حبيبتي أختي نوف. هلا. سمعيني، أبي أشوفك ضروري الحين يا نوف. أنا أبي أشوفك من 28 سنة. أبي أسمع صوتك كل يوم، أتصل فيك لكن أنت ما تردين، أوقف على باب بيتك وأمشي أخاف تطرديني. الحين يا نوف الحين. الظروف تحكم، ومثل ما يقولون كل شيء لوقته. أكيد كان اللقاء عاصف بينك وبين أختك نوف بعد كل هالسنين. كان مؤلم، مثل جرح قديم وياتك إصابة جديدة فيه. لما التقينا أنا وياها كنا ما كان شيء بيننا، كانت في مشاعر حلوة تغلي تغلي، ماني عارفة شلون أوصف لك إياها. لكن في لحظة اكتشفت إنها ما نسيت اللي صار، وكأنه صار اليوم. متى كان هذا اللقاء؟ بعد أسبوعين، بعد أسبوعين من المكالمة كان عندي اللقاء في البيت. لا تظنين إني بسامحك على اللي صار. يا نوف هذه سنين سنين طويلة راحت، يعني كفيلة أنها تداوي الجروح. في جروح ما تداوي هالأيام، وأنت طعنتيني طعنة قوية. والأيام جازتني وايد وخلاص، عاد عفى الله عما سلف. أنا اللي يابني لك اليوم شيء أقوى مني. والله يجزاه الله ألف خير اللي يابش لي اليوم. ولدي ناصر. إيه ناصر، الله يصلحه. إيش قصدك؟ لا تزعلي مني، صدقيني ما أقصد شيء. إيش في ناصر؟ أنتي ما تغيرتي. صدقيني ما أقصد شيء، سامحيني. تعرفين أنا ما أعرف أسامح. عموماً إيش في ناصر الله يحفظه؟ ناصر يحب بنتك مروة، وإن شافها شلون حبها ما علمني. أنتي تدرين الشيء الوحيد اللي طلعت فيه بالدنيا هو ولدي ناصر. أنا وأبوه عشنا 5 سنوات ويا بعض، وبعدها طلقني ولا شفته بعد. اي نوف بس خليني اكمل. قولي. حاولت معاه يغير رايه لكنه مصر، يبي مروه. يا مروه يا يظل عزوبي طول عمره. حاولت معاه يغير رايه وقلت له قصتي معك لكنه رفض. انا والله ما ادري ايش اقول لك نوف، ما ادري، ما أعرف شو أقوله. لا تقولين شيء الحين، فكري وبلغيني. تذكري الشيء الوحيد اللي يمكن يخليني أسامحك هو زواج ناصر من مروة. فعلا خيار صعب جدا، بين بنتي مروة ومستقبلها وبين أختي وماضينا، بين غلطة ارتكبتها من 30 سنة وغلطة برتكبها بحق بنتي لسنين الجاية. اخترت الماضي. وما كان الموضوع سهل، كانت العقدة اللي بيني وبين أختي، عقدة الذنب هذه تحركني سنين طويلة. ما كان الموضوع سهل، كانت أي مصيبة تصير لي أقول هذه حوبة أختي نوف أم ناصر. اللي سويتيه صحيح غلط يا أستاذة، لكنه يصير. واجد بنات مخطوبات ويروح نصيب الوحدة ثانية. لا أنت مو فاهم الموضوع عدل، مو فاهم شنو كان يعني ابو مبارك حق اختي نوف. كان يمثل لها الحياة، كان كل شيء بالنسبة لها. كانت اي سالفة بينهم تجي تقول لي، اي همسة، اي حكاية بينها وبينه كانت تجي تقول لي اياها على طول. خلينا في موضوع ناصر. في البيت لما عرفوا ان ناصر تقدم حق بنتي مروة انقلب علينا البيت فوق تحت. انت تسمعين البلاوي اللي قاعد نسمعها عن ناصر؟ هذا مدمن، عنده سوالف بطاليه، يماشي اسوأ ناس بالديره. عيب لا تتكلمين عن ولد خالتك بالطريقه هذه. خالتي؟ خالتي اللي ما عرفناها الا يوم جت تخطب حق ولدها المدمن؟ تحكي يا مروه، انت اللي يهمك الموضوع، ايش فيك ساكته؟ اصلا انت وين عرفتي؟ زين ليش ما علمتينا؟ انا ما شفته الا 5 مرات بالجامعه، وحتى موضوع الزواج هذا كلش ما فاتحني فيه. بس كم مره قاعد يطالعني نظرات غريبه شي وما فهمت منه شيء. هالحكي ماخوذ خيره. سمعي،
كلمي خالتي وقولي لها احنا مو موافقين، مو مستعدين نقط اختنا كذي. هذا الموضوع ما يخصك لا انت ولا هي. الكلمه النهائيه عندي طبعا بعد راي مروه. اللي تشوفينه. ها؟ كنا يازلك الموضوع. انتي مجنونه، ما تعرفين المصيبه اللي بتقطين عمرك فيها؟ لانها غبيه مو عارفه مصلحتها، تبي تتزوج وبس. انتوا ايش فيكم تتحجون كذي وكانكم ملائكه ما تخطئون؟ ترى كلنا عندنا ذنوب واخطاء ونخطئ مره واثنين وثلاثه، لكن رب العالمين غفور رحيم. بس ربنا اعطانا عدل ونفكر فيه، لو ابوي عايش عمره ما راح يوافق على شيء كذي. كلام سحر صح. شوفوا عاد سمعوني. صحيح ناصر شاب وصغير لكن ممكن يتعدل بعدين. في وايد شباب بصغرهم يكونون طايشين والبعض احيانا بالعكس يكونون ملائكه لكن تكتشفون انهم شياطين، لكن المره السنعاء المدبره العدله هي تقدر يعني تشكل زوجها. هذا كلام دكتور حمود. دام شاورتي الدكتور حمود يعني انت موافقه وخالصه. ليش ميمعتنا عيل؟ انا ما قلت كذي. لا واضح. والثانيه شكلها حابه الموضوع. انا ما قلت شيء. قولي شيء تحكي رفضي. بس ترى ذبحتوني وبعدين امي افهم منها بألف مره وهي عارفه الحياه عدل. يعني اذا هي شايفه ان ناصر مو زين لي وما يصلح لي اكيد ما راح توافق. مو لازم تمشون رايكم علي. لا انتوا خالصين. سمعي اذا هالموضوع تم ذنب هالغبيه برقبتك طول العمر وانت راح تحملين المسؤوليه. وقفتي ضدهم وضد بنتك وضد المنطق وكل هذا كان يحرك عقدة الذنب اللي فيك. وجنهيت على بنتي وعلى مستقبلها. بس اللي كان واقف معي في هذا الموضوع الدكتور حمود، يعني كونه خبير كونه انه اختصاصي علم نفس، فكان واقف معي ومساندني. ولا يهمك استاذ، كل هذا بيتصلح باذن الله. اللي انكسر عمره ما يتصلح ابد. زين ممكن الحين اعرف وش اللي صار لابو مبارك بالضبط؟ وليش بناتك يحملونك مسؤوليه اللي صار معه؟ وش علاقه الدكتور حمود بكل هذا؟ هذا هو الجرح الحقيقي. اكثر من اللي راح؟ وايد. اقول استاذه ما في داعي تكملين. اذا انت تعبانه ما له داعي يقلب عليك المواجهه. لا بالعكس. انا الحين قاعده اسولف معك قاعده ازيح هم كبير شلته سنين طويله في قلبي. لما اسولف لك افضفض وارتاح. اللي ما قلته لك واللي انت ما تعرفه ان حمود كان متقدم لي قبل بمبارك. كان يبيني وانا كنت شبه موافقه. لكن بعد ما دخل بمبارك حياتي خلاص اعتذرت لحمود وظل هذا الشيء في قلب حمود. المهم قبل 3 سنوات يعني الدكتور حمود الشغل وفي هذا الوقت كانت علاقتي رائعة مع بناتي مثل علاقة أي أم ويا بناتها. بس اللي صار شل حكي الدكتور؟ شل الكلام اللي قاعد تقوله هذا؟ والله يا مشاعل ردت 1000 مرة قبل لا أقول شل الكلام. بس ما هان علي أشوفك قاعد وما تدري شو اللي قاعد يصير من وراك. ولا هان علي بمبارك الناس تشوفها مع وحدة و... خلاص يا دكتور أرجوك. أرجوك دكتور حمود. خلاص تسكت الله يعافيك اسكت. على راحتك. بس نصحي مبارك. فهمي إن ريال كبير وله اسمه وسمعته. والفريج اللي سكن فيه زوجته الجديدة في ناس وايد يعرفونه. ويشوفونه يدخل ويطلع معاها مثل الحرامي. ما يعرفوا شنو علاقته فيها. عفوا دكتور. يكفي أرجوك خلاص خلاص. وما لحكي عن أبوي؟ هذا إيش قاعد يقول؟ أبوي متزوج عليك وبالسر؟ أنا عن إذنكم. لا لحظة لحظة. أبي أعرف هالحكي صدق ولا لا؟ يا بنتي الحكي هذا مو صحيح هو ولا تشغلين بالك فيه هذا كلام فاضي. ما هالرجال قاعد يتكذب صح؟ طبعا حبيبتي هذا كله كذب كلام. هذا كله كلام اشاعات اللي قال وانت عارفه الناس ايش قدرت تحكي وابوش اصلا لا يمكن يسوي كذي مو صح يمه. للاسف للاسف يا ابو مبارك هذا الشيء كان المفروض اتوقعه منك من زمان. يا شاعل الله يهديك. لو كان عقلي براسي
كان ما صار اللي صار ولا تزوجتك من أكثر من 30 سنة، وهذه أول غلطة في علاقتنا. خلاص يا مشاعل انسى الموضوع. وانت عطيتني فرصة علشان أنسى، عمرك عطيتني فرصة علشان أنسى؟ كان المفروض أعرف لما تركت أختي نوف علشان إني ممكن تعيد القصة مرة واثنين وثلاثة وفعلا سويتها. تتذكر سالفة لبنان؟ تتذكر الطعن اللي طعنتني والألم اللي سببت لي وسكتت وسامحتك؟ تتذكر؟ والحين جاي تعيد نفس القصة مرة ثانية. يا أخي أنت مؤلف، أنت مبدع مبتكر، المفروض تشوف لك سيناريو ثاني، سيناريو غير الحريم. أنت أهوى، أنت ما تغير يا أبو مبارك، ما تغير. أنا آسف، أنا آسف يا مشاعل، ما أدري شلون صار هذا. ولا يهمني أعرف شلون صار. خلاص أبو مبارك، خلاص حياتي معاك انتهت، خلاص. لا يا مشاعل لا. البيت يتعذرك. الله يخليك يا مشاعل، أعطيني فرصة أخيرة عشان البنات بس، وذيك مستعدة أطلقها الحين. ما عاد يهمني، ولا حتى أنت تهمني بعد، أطلع برا لو سمحت. عشان البنات بس. وأنت يهمك أصلاً بناتك؟ تفضل أطلع برا. وأغراضك اللي في البيت وبدار النشر بدزهم مع السايق عشان لا تتعذر وتي تاخذهم من البيت. مشاعل وشلون على دار النشر؟ دار النشر باسمي، والبيت باسمي، والمطعم باسمي. أبوي الله يرحمه كان حكيم لما سجل كل شيء باسمي، ولما كان يمولنا بشرط أن كل شيء يتسجل باسمي، كان يعرف أن هذه اللحظة بتي، بس ما توقع أنها بتتأخر لهالدرجة الله يرحمه. تفضل اطلع برا. وش صاير؟ وين رايح يبا؟ مع السلامة يا بناتي، الظاهر اني ما عاد لي حياة بينكم. شنو يعني؟ يعني كلام الدكتور أحمد طلع صح؟ حتى لو صحيح يبا وين بتروح؟ أمكم تبينا أهد البيت. ما يخالف يبا، أنت تعرف أمي عادي قلبها طيب، يعني باكر راح تهدى. ما علي يا بناتي، كلها كم يوم لين تهدى أمكم وأرجع إن شاء الله. طيب إلى هالوقت كانت علاقتك ببناتك عادية؟ مثل العسل، كانوا متعاطفين معي أكثر من تعاطفهم مع أبوهم. طيب شو اللي تغير؟ اللي صار بعد كذي،